بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الرابعة شعبة نظم المعلومات. أهلا بكم في مقرر تطبيقات الحاسب في إعداد التقارير. اتكلمنا في المحاضرة السابقة عن إعداد نموذج لإدخال البيانات، وتعرفنا على إزاي ندرج، زي ما أنتم شايفين النموذج فتحوا لكم بتاع المحاضرة اللي فاتت، تعرفنا من خلال النموذج ده ازاي ان احنا ندرج كائن خاص بالصورة، نعمل قائمة منسدلة، ازاي ندرج تاريخ جاهز، ازاي نعمل تشيك بوكس يبقى موجود قدامنا زي ما احنا شايفين، نعمل قائمة منسدلة نختار منها، دي الخيارات بتاعة القائمة اللي موجودة، ازاي نقدر ندخل تاريخ، كل الكلام ده اتعرفنا عليه وقلنا ازاي نقدر نعمله. النهاردة يا شباب زي ما قلت لكم في المحاضرة اللي فاتت هنتكلم عن، فاكرين كده في بداية الشريط المطور قلنا اللي هنشتغل عليه هيبقى فيه عندي فيه مجموعة أدوات برضو ممكن بتبقى مفيدة بالنسبة لي، كان الفاجوال بيزك كان موجود في بداية الشريط، وكان عندي فيه وحدات الماكرو، دول اللي هنتكلم عليهم النهاردة. طبعا زي ما عرفنا و قلنا ازاي ان احنا هنشتغل مع بعض، طبعا انا هشتغل الشغل بتاع الادفانسد كله النهارده على الشريط المطور برضو. قلنا هنجيب الشريط المطور ازاي، انا طبعا هجيب صفحة جديدة، الناس مش هنشتغل على الصفحة التانية دي، هنعمل شغل جديد خالص. فزي ما اتفقنا مع بعض هنروح لملف خيارات، نختار من هنا تخصيص الشريط، برافو. حد يقول لي بعد كده هنعمل ايه؟ هنروح نختار التبويب الخاص بالمطور، بعد كده نقول ايه؟ موافق. ظهر لي التبويب الخاص المطور معايا يا شباب، نضغط على التبويب. هنشوف بقى الشغل بتاعنا احنا مع بعض النهارده، قلنا هنشتغل في محاضرة اليوم عن الفاجوال بيزك. طبعا الفاجوال بيزك احنا اتكلمنا عنه في سنة تانية، فاكرين مقرر البرمجة الهيكلية المتقدمة كنا بنعمل مع بعض برامج بالفاجوال بيزك والكلام ده، خدنا اكواد البرمجية والكلام ده كله، الكلام ده كله ممكن نعمله في الوورد. ايه الفاجوال بيزك ده؟ موجود معايا هنا في ممكن نشتغل منه. شوف بيقول لي هنا، شايف انا بقول لك ايه؟ فتح محرر فاجوال بيزك، يعني ممكن من الوورد اشتغل افتح الفاجوال بيزك، ممكن تشتغل وتفتح الفاجوال بيزك بتاعك عادي، مفيش اي مشكلة خالص. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ نجرب كده ونشوف مع بعض ونحاول نفتكر الحاجات اللي خدناها في سنة تانية. ده المحرر هنا، مايكروسوفت فاجوال بيزك فور ابليكيشنز، فاتح معانا هنا. طب انا هشتغل ازاي؟ حد يقول كده انا هشتغل يعني كده، اول ما حد يشوف كده بالصوره ديت في مشكله بالنسبه له. طبعا هنقوم جايين داخلين هنا هنقول له انسيرت عشان نبدا الشغل بتاعنا، ونقول له كده ايه الفورم. فاكرين يا شباب لما كنا بنتكلم على الاوبجكت بتاعتنا نقول البرمجه الكائنيه وندخل الفورم بتاعنا، ادي هنا عندي الفورم بقى موجوده، والتول بوكس الادوات، الشباب اللي كانوا شغالين برمجه معانا ادي التول بوكس بتاع الادوات بتاعتي اهيت، وادي تديت كل التولز بتاعتي موجوده هنا. فاكرين السكرول بار؟ السكرول بار هوريزنتال والسكرول بار كذا والكوماند بوتوم والتكست بوكس والليبل، لما كنا بنعمل هنا عنوان عندنا او نعمل ليبل او الكلام ده كله، كل دي الادوات بتاعتي تبقى موجوده بقدر اتحكم فيها. نشوف هنا مثلا ندخل تكست بوكس، اول ما اضغط على كده عادي كأني شغال في الفاجوال عادي خالص جدا، وده عملت التكست بوكس بتاعي، عايز اعمل كوماند بوتوم كأني شغال في الاكواد البرمجية بتاعتي، وهكود وبرمج واعمل كل حاجة موجودة معايا. طب انا عايز البروبرتيز بتاعتي، عايز اظهر البروبرتيز اللي موجودة، هنجيبها منين؟ من هنا البروبرتيز ويندو النافذة بتاعتنا عشان تظهر معايا. فاكرين هنا النيم اهو، النيم الفرق بين النيم والكابتشن يا شباب؟ حد فاكر لما كنا بنتكلم؟ النيم ده اللي بيبقى فيه اسم الكود البرمجي لما اجي انادي عليه،
يبقى لازم ابقى فاكره وابقى كاتبه وابقى عارف الاسم اللي عشان لما اجي اكتب الاكواد البرمجيه وابعت مسج او رساله برمجيه من كائن لكائن لازم يبقى الاسم بتاعي معروف بالنسبه لي فابقى محدده. فممكن بنختار ان هو يبقى ايه اسم بسيط، ممكن اسميه ايه كوم 1، لازم يبقى باللغه ولازم يبقى باللغه الانجليزيه. عندي هنا الكابتشان، قلت ده الاسم المرئي. انا قلت فاكرين لما كنا بنتكلم في البرمجه، انا عندي بيبقى اسم الرسمي اللي موجود اللي زي ما كنا بشبهه لكم بالاسم، كل واحد ليه اسم شهره وليه اسم رسمي اللي موجود في البطاقه او موجود ايه في شهاده الميلاد. ده الاسم الرسمي بتاعي اللي انا بتعامل معاه، ده النيم. الكابتشان بتاعي ده هو اللي هيظهر بقى عندي، اقول له هنا كده ايه مرحبا، بكتب انجليزي او بيعدل معايا كاني شغال على الفيجوال بقى، ونقدر نعدل ونلون، والالوان بتاعتي هنا موجوده، والفونت ونوع الخط ولون الخط وكل البروبرتيز. بس ده مش موضوعنا يعني، مش هنتكلم فيه، احنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل في الفيجوال بيزك. بس هنا انا عايز ابين لك ان في عندي ميزه ان انا ممكن اعمل ربط بين برنامج الوورد والفيجوال بيزك، واقدر اعمل من خلاله شغل واحفظه واستعرضه بعد كده. دي ميزه كبيره وانت شغال معاك، بدون ما تحتاج انك تسطب الفيجوال بيزك يبقى موجود عندك على الجهاز بتاعك، امكانيه ضخمه حتى عشان تلاقي نسخه الاوفيس بعد كده كبيره معاك، فيها امكانيات ضخمه. نرجع تاني هنا نقول من فايل، واقول له هنا ايه كلوز اند ريتيرن مايكروسوفت وورد، برجع كده للملف بتاعي. احنا خلصنا كده الجزئيه بتاعت الفيجوال بيزك، ان انا ممكن اشتغل على الفيجوال بيزك، وده موضوع كبير يعني عشان نخش في الفيجوال احنا خدنا فيه تيرم بحاول نشرح في الفيجوال بيزك والاكواد البرمجيه والكلام ده كله. بس انا حبيت اعرض لك ميزه انك من خلال الوورد تخش على الفيجوال بيزك وتقدر تعمل كل الشغل اللي احنا اشتغلناه مع بعض. نتكلم عن وحدات الماكرو بقى اللي هنا موجود. المقصود هنا لما اجي اقول وحدات الماكرو، ان انا هنا اي فعل او اكشن انا بعمله عايز اكوده او اخزنه للجهاز، بحيث ان انا بعمل وحده بتنفذ لي الخطوات المتسلسله اللي انا اقدر انفذها دي. بمعنى ايه؟ مثلا اقربها لكم، يعني انا لو بعمل جدول عايز اعمل هنا ادراج، وباخد هنا جدول مثلا واختار مجموعه من الجداول، او احدد هنا العدد الادراج جدول، وافتح احدد عدد الاعمده وعدد الصفوف، وبعد كده اقدر اشتغل والون واحدد الكلام ده كله يعني مراحل كبيره. يعني لو خدت ادراج جدول هنا مثلا اهوت، وعدد الاعمده 5 وعدد الصفوف بتاعتي هنا ايه 6، وقلت له هنا موافق، وبعد كده هفتح لي هنا ممكن اختار التنسيق بتاعي واختار له هنا كده اي تنسيق. انا بدل ما اعمل الخطوات دي كلها ممكن ابرمجها من خلال وحده ماكرو معايا، بحيث ان انا لو عايز جدول بنفس المواصفات دي بضغطه واحده هيتعمل معايا. نشيل الكلام ده كله، طب نشوف الكلام ده نعمله ازاي، نقدر ننفذه ازاي، نطبق عمل مع بعض ونشوف يا شباب نركز عشان نبدا نعمل الكلام ده. هروح للمطور تاني. هنا وحدات الماكرو ده بيعرض عليا وحدات الماكرو اللي موجوده، هنشوفها مع بعض ونشوف ازاي نقدر نتعامل معاها. انا اهم حاجه هبدا بيها الاول عندي هنا ايه تسجيل ماكرو، هيبدا يسجل الخطوات الاجرائيه اللي انا بعملها لانشاء اي اداه معينه انا عايز ادرجها داخل البرنامج الوورد. احنا خدنا مثلا جدول، قلنا هنعمل جدول مع بعض، فبيقول اول ما اوقف كده بيقول لك بدء تسجيل ماكرو او ايقاف. اول ما اضغط كده على تسجيل بيقول لي اسم الماكرو اللي انت عايز تسميه، هو مدي لي اسم افتراضي زي ما احنا شايفين كده ماكرو 1. انا ممكن اسميه هنا ايه يا شباب، اسميه جدول، عشان انا عايز انا هدفي ان انا هعمله ده. ما انت رايح بتعمل الماكرو بيبقى لك هدف معين، يعني مش داخل كده تضغط ماكرو خلاص انا هعمل الماكرو ده لايه. فانا زي ما قلت لكم مثلا هعمل الماكرو ده هندرج بيه جدول، اقوم قايل هنا ايه جدول، ممكن يبقى ايه جدول واحد جدول اتنين لو انت في اكتر من شكل انت عايز تعمله او الكلام ده كله. في عندك هنا بيظهر لي حاجتين، في أشرطة أدوات وفي لوحة مفاتيح. يعني ممكن يظهر لي الماكرو ده في أشرطة الأدوات يبقى موجود معايا، هيظهر في شريط الأدوات المصغر وهنشوف الكلام ده ونقدر نتحكم فيه ازاي. واحنا شريط الأدوات ده اتكلمنا عنه، فنشوف هنا نقول أشرطة الأدوات
شريط أدوات الوصول السريع بتاعنا. أول ما قلت هنا ضغطت على شريطة الأدوات بيجيب لي شريط أدوات الوصول السريع. احنا فاكرين احنا اتكلمنا عليه منين يا شباب؟ الكلام ده كنا بنجيبها من ملف وخيارات وبنخش على شريط أدوات الوصول السريع، وكنا لسه احنا عاملين هنا تخصيص الشريط لو نفتكر، وعملنا المطور. كل ده بيجي من ملف من خيارات شريط أدوات الوصول السريع، وقلنا في فرق عندنا بين شريط أدوات الوصول السريع وشريط المصغر. شريط الأدوات المصغر ده بيظهر في حالة التحديد، لما باجي أعمل تحديد لنص معين بيظهر معاه شريط أدوات المصغر. شريط أدوات الوصول السريع ده اللي بيبقى موجود عندي فوق هنا، وقلنا ممكن يبقى موجود أعلى التبويبات بتاعتي أو موجود أسفلها، ممكن بنتحكم فيه لو فاكرين لما كنا بنتكلم في أول محاضرة مع بعض. والتولز اللي موجودة دي كلها ممكن أنا بتحكم فيها وأقدر أضيفها أعدل فيها أعمل كل شيء أعدل ترتيبها من خلال النافذة اللي موجودة. المهم إحنا عملنا هنا إيه؟ في ماكرو جديد ظهر معانا هنا عايزين إحنا نضيفه في شريط أدوات الوصول السريع، فبقف عليه سيلكت وبقول له إضافة، واعمل لي هنا فاصل بين مجموعه الادوات القديمه ديت. احنا ممكن نعيد الترتيب زي ما انا عايز كده، عايز اطلعه فوق ما يبقاش في فاصل بين الادوات القديمه مفيش مشكله، عايزه يبقى تحت الفاصل يبقى في فاصل بينهم ويبقى عندي وحدات الماكرو موجوده، وبعد كده ازود فواصل تانية بين كل الادوات وانظم شريط الادوات الوصول السريع بتاعي بالصوره الملائمه ليا. يعني هنا من خلال الترتيب اعاده الترتيب ديت بقدر احط كل تولز مجموعه تولز مع بعضها واحط بينهم فاصل موجود عندي. المهم انا ضفت الماكرو الجديد بتاعي في شريط ادوات الوصول السريع وكده هيظهر معايا، لما بقول له اضافه يبقى كده هيظهر. يعني انا لما اجي ابص للشريط بتاعي فوق الاداه بتاعتي او شكل الايقونه دي مش موجوده، انا اللي موجوده عندي حفظ وتراجع واعاده وجديد وفتح. حفظ عند اهوت وتراجع واعاده وجديد وفتح، دول هم اللي موجودين عندي. هضيف لهم دلوقتي هيظهر معايا ايه الماكرو الجديد اللي هيعمل اللي هنعمل من خلاله الجدول. واضح؟ هنلاحظ دلوقتي اول ما اقول موافق ايه يا شباب ايه اللي هيحصل معايا؟ هيظهر لي بجوار السهم او المؤشر اللي انتوا شايفينه بيتحرك امامكم ده زي شريط كاسيت كده، يعني معنى كده ان انا هقوم بتسجيل الاجراءات اللي انا هنفذها دلوقتي. نلاحظ كده ونشوف ايه اللي هيحصل. اقوم جاي قايل له موافق، شايفين الاداه اللي انا بقول لكم عليها هنا اهيت جنب المؤشر، شايفين وانا بحرك كده ظهر جنب المؤشر الاداه بتاعتي بتاعت ايه؟ شريط الكاسيت، بحيث ان انا هو بيقول لك دلوقتي انت اي فعل او اجراء هتنفذه هيتم تسجيله في الماكرو في وحدات الماكرو بتاعتي. فنبدا زي ما احنا قلنا مع بعض، احنا هدفنا ومحددين مع بعض ومرتبين ان احنا هنعمل ايه جدول خلاص، يعني مش هنعمل اي حاجه عشوائي كده. فبروح الادراج واقول له جدول، بنحدد اقول له ادراج جدول، بنحدد عدد الاعمده بتاعتي هقول له 5 مثلا، وعدد الصفوف بتاعتي 7 أو 8 زي ما انت المهم أي شيء زي ما انت عايز. وبعد كده بنقول له هنا ايه موافق، بيدرج لي الجدول بتاعي. ممكن نحدد له كمان هنا ايه نمط أو شكل تنسيق معين انت ترغب فيه معين، أو نقول له نختار النمط ده مثلا. أنا جاي مختاره طبعا طول الفترة الزمنية وانا قاعد اتكلم كده معاك، وده ما بيفرقش معايا، يعني مش هو ما بيسجلليش وقت، هو بيسجل اوامر او افعال انا بعملها. يعني انا شوف انا سايبه دلوقتي وانا كل اللي عملته ان انا عملت جدول حددت في الاعمدة والصفوف وغيرت التنسيق بتاعه اللي موجود بالشكل اللي انا شايفه ده. خلاص يبقى انا كده ايه انتهيت. طب انا عايز هيفضل دلوقتي في افعال تانية هعملها وانا عايز اضيف حاجة في الجدول؟ لا، لغاية كده هقف خلاص. ارجع للمطور تاني واقول له هنا ايقاف تسجيل مؤقت لو انا عايز في حاجه عايز اعملها في الجهاز، وارجع تاني انفذ. لا، انا هقول له دلوقتي ايه ايقاف تسجيل خالص، يعني انا مش ايه ما انتهيت من تسجيل من وحده الماكرو بتاعتي دي، فاقول له هنا ايه ايقاف تسجيل. كده خلاص بقى الشريط بتاعي موجود هنا فوق اهوت مكتوب جدول. لو نلاحظ بقت هنا الاداه بتاعتي موجوده. طب واحد يقول لي طب انا عايزين نجرب بقى نشوف الكلام بتاعنا ده مظبوط ولا ايه اللي بيحصل ده. نروح كده نشوف كده، نجيب صفحة فاضية خالص هنا كده، أروح أجرب الأداة بتاعتي الجديدة دي نشوف إيه اللي هيحصل. نضغط كده يا شباب، هم جاي عامل لي هنا جدول تاني جديد أهو بتخطة واحدة، هم جاي عامل لي إخلاف هو نفس الجدول اللي فوق بس هو بضغطة واحدة دلوقتي هم جاي عامل لي الجدول التاني. يبقى أنا عارف إن أنا مجرد إن أنا في جدول موجود معايا وعامله بتنسيق معين، هو حفظ لي الإجراءات بتاعتي دي كلها، بقى موجودة عندي هنا أداة
يمكن من خلالها إدراك جدوى. طب نشوف الشق التاني اللي احنا كنا اتكلمنا عليه. نجيب صفحة جديدة كده، نرجع للمطور تاني، يعني في المطور أساسا نقول تسجيل ماكرو جديد، عايزين نعمل ماكرو جديد نشوف ايه اللي هيحصل معانا. احنا هنا خدنا اول حاجة اشرة الادوات وعرفنا ان احنا هنطبق ازاي، وهي جه في هنا الاوبشن عندي بيقول لي تخزين الماكرو في كافة المستندات اللي هتطبقه في كل مستندات الوورد، ولا هيبقى عندي في المستند اللي انا فاتحه دلوقتي حاليا اللي هو مطور واحد، فانا اقول له في كافة المستندات، ولو عايز تعمل ديسكريبشن ليه او عملية وصف بتحط الوصف بتاعك للماكرو ده الوظيفة بتاعته ايه عشان تستعرضها بعد كده لو هتنسى تبقى انت فاكر الماكرو، لان ممكن هعرض لكم انا وحدات الماكرو اللي موجودة دلوقتي وكل ماكرو وظيفته ايه بيعملها. نخش بقى، طب تعيين الماكرو هنا احنا خدنا على شركة الادوات، طب ناخده كده على لوحة المفاتيح. لوحة المفاتيح يبقى اكيد اختصار، هنعمل اختصار معين يبقى موجود معانا، فبضغط بقول لي هنا ايه اضغط مفتاح الاختصار الجديد اللي انت عايز ايه تشتغل عليه، فاقول له مثلا هنا اختار، طبعا بحاول اختار اختصارات ما يكونش ايه ان الوورد شغال بيها، يعني مش هختار مثلا كنترول سي كنترول اكس كنترول في، المفاتيح اللي هي محجوزة البرنامج الوورد يشتغل بيها يفضل طبعا ان انا ايه ما استخدمهاش، فهاخد مثلا هنا انا الت مع زد، ده طبعا ايه ملوش استخدام في برنامج الوورد مش اختصار لامر معين، واقول له تعيين فبينضاف هنا كده معايا، وبعد كده اقول له اغلاق. انا طبعا زي ما احنا اتفقنا وعملنا في اشرطة الادوات ان يبقى موجود معايا، اللي اول ما هعمل اغلاق اللي هيحصل هيظهر لي رمز الشريط بجوار السهم زي ما احنا اتفقنا، وبعد كده ابدا احدد انا عايز اعمل ايه. طبعا احنا المره اللي فاتت كنا متفقين هنعمل جدول، المره دي ممكن نعمل ادراج لمعادله رياضيه مثلا معينه هعدل فيها بحيث ان هي تبقى جاهزه كل مره لو انا بستخدمها بصفه دائمه، فاقول له اغلاق. طبعا كان المفروض اكتب الاسم بتاع المعادله في الاول او الاسم اللي انا الاداه اللي انا عايزها، فاقول له هنا ادراج، احنا خدنا جدول خلاص وبلاش اشكال، ناخد هنا المعادلات دي كلها معادلات جاهزة، طبعا دي ميزة بقت موجودة في الوورد النسخ الجديدة من الوورد، فممكن هنا ناخد أي معادلة من المعادلات ديت، هنا جاب لي المعادلة اهي. طبعا أول ما بفتح لي المعادلة بفتح لي الأدوات بتاعت المعادلات كلها موجودة، ممكن نعمل كسور ممكن نعمل جذور تكامل الأقواس الدوال الساين كلها موجودة عندي، تختار من كل الأشكال الدوال اللي موجودة الشكل المناسب ليك، عوامل التشغيل كل الحاجات دي كلها ممكن ايه تقدر تشتغل بيها وتضيف. المهم احنا ضفنا الدالة ممكن نعدل بقى فيها زي ما احنا عايزين. عايز ارجع تاني بقى للمطور، وانا كنت بسجل اقوم جاي له ايقاف التسجيل، يبقى انا كده انتهيت. بس هنا بقى اي واحد يقول لي طب ما ظهرش فوق ليه شريط ادوات الوصول السريع، لا احنا اخترنا ان هيبقى اختصار خلاص. طب هو موجود متخزن؟ اه موجود متخزن. طب انا عايز اتاكد اشوفه منين، ممكن نتأكد منين يا شباب؟ نحط كده وحدات الماكرو كده، ده بيستعرض لي وحدات الماكرو اللي موجودة عندي، أنا عندي هنا جدول، ده الجدول بتاع ده هنا الجدول اللي أنا كنت هعمله، وده هنا الماكرو أنا ما سميتوش، ما خدناش بالنا مع بعض إن إحنا نديله اسم، ممكن هنا لو عايز تعدل الاسم بتاعه تعدل ماكرو 1. وبعد كده بنقوم جايين قايلين له هنا لو عايز تشغله تعمل له عملية معينة تشوفه دخول وهكذا، الكلام ده كله بتقدر ايه، يبقى انا كده بتعرف على وحدات الماكرو اللي موجودة عندي. طب عايزين نطبقه، احنا قلنا الاختصار بتاعه يا حد فاكر احنا قلنا هيشتغل من خلال لوحة المفاتيح، نعمل ايه Alt مع Z، جاب معايا Alt مع Z، انا عملت كنترول زد تاني اعمل انتر كده واقول له الت مع زد كمان انتر الت مع زد وهكذا، طول ما انا هي بقت موجوده معايا بصفه دايمه بقى ماكرو متخزن معايا هقدر اتعامل معاه واتحكم فيه. عايز بقى بعد كده اشيل الوحدات الماكرو ديت اتعدل فيها، ممكن هنا اقوم جاي راح للماكرو ديت
عايز اقول لو انا نسيت الاختصارات بتاعتها اقول له ان تشغيل بيجيب بيشغلها لي معايا، بيشوف بشوف الفعل اللي بيفعله معايا. عايز اقول له هنا دخول بيجيب لي الفيجوال بيزك كود بتاع الاكواد بتاعتها واشوف ايه اللي بيقدر يعمله معايا. عايز نرجع طبعا، دي اللي انا كنت فاتحينهم مع بعض، فاكرين هو دخل على الفيجوال تاني. نرجع كده كلوز اند ريتيرن مايكروسوفت وورد. الموبايل بيردني يا شباب، نقفله. بعد كده ايه يبقى انا كده قدرت اعمل هنا اعاين لوحدات الماكرو الموجوده بتاعت اهيت. عايز اعمل هنا انشاء جديد، عايز احذفه خالص الماكرو ده، اقوم جاي قايل له حذف. اقول له نعم، يبقى انا كده لو عايز احذفه خالص موجود معايا. اشيل الجدول ده من هنا واقول له هنا ايه حذف. نعم خلاص اتحذف معايا، اقوم جاي اقفل كده. واحد يقول لي طب ما الماكرو موجود هنا فوق هنا اهو، شفت تيجي تضغط عليه يتعذر العثور على الماكرو او انه قد تم تعطيله من قبل اعدادات ماكرو، مش هيشتغل، مش شغال معايا. يبقى هنا ايه مش شغال معايا، اقول له موافق كده. عايز تشيله بقى نقوم جايين ضاغطين عليه كده رايت كليك واقول له ازاله من شريط ادوات الوصول السريع عشان ما تبقاش ايه ما يشتتكش انت اثناء الشغل بتاعك. وبكده يبقى احنا نهينا الجزء الخاص بالفاجوال بيزك ووحدات الماكرو، وتعرفنا قبل كده على عناصر التحكم. وزي ما انتوا شفتوا الوورد فيه امكانيات جميلة جدا وميزات ممكن تعظم الاستفادة بتاعتنا من برنامج الوورد، بحيث ان هو من خلال الناس اللي شغلها وطبيعة عملها بترتبط كمحررين نصوص على برنامج الوورد، بيتيح له امكانية ان هو يعني امكانيات ضخمة جدا. ولو دخلنا في التفاصيل فيها يعني في حاجات كتير جدا ممكن ايه من خلاله بتقدر إيه تستغنى عن اي شيء، ولو هو لو محور عملك كله على مايكروسوفت وورد. وبكده يعني مش هقول ان انا ايه قدرت اخلص كل شيء في الوورد. طبعا احنا الكلام عندنا كبير، بس الجزء اللي احنا ادفانسد ده اللي احنا اتكلمنا فيه استعرضنا مع بعض في الجزء الاولاني في برنامج الوورد، الجزء بتاع تحديد النص ذو التنسيق المتشابه او المتماثل لو انا عايز احدد كله مره واحده مع بعض، وتحديد الكائنات. واتكلمنا هنا عن الحافظه بتاعتنا، فاكرين لو ما نجي نفتح الحافظه ونقدر نخزن فيها الشغل بتاعنا كله. دي الحافظة موجودة وعدد العناصر اللي تبقى موجودة فيها. اتكلمنا عن الأنماط بتاعتنا، اتكلمنا هنا في المراسلات عن دمج المراسلات، اتكلمنا عن شريط الأدوات المطور، اتكلمنا عن إدراج وإزاي نعمل عمليات الحفظ والارتباط التشعبي والإسناد الترافقي، وإزاي احنا نقدر نعمل ننشر الكلام ده موجود يبقى على الإنترنت. وبكده يكون انتهى الجزء الخاص ببرنامج الوورد. وان شاء الله المحاضرات الجاية هنتكلم فيها عن برنامج الباوربوينت، وان شاء الله يكون فيه استفادة كبيرة ليكم. وشكرا ليكم، واكون سعيد بتلقي اي استفسارات منكم.